لم يخسر حتى الآن في أمم آسيا المقامة في الصين، ذلك مؤشر جيد، لكنه لم يفز كذلك وأجل حسم التأهل إلى الدور الثاني إلى المواجهة الأخيرة في المجموعة. الأدعم الأولمبي لاقى نظيره السعودي لأجل الفوز بعد التعادل مع سوريا، في حين دخل المنافس السعودي لحسم التأهل بعد الفوز على اليابان. الرهانان جعلا المباراة تكتيكية بامتياز، لم نشاهد فيها مستوى فنيا عاليا ولا كثير فرص، حيث انتهى الشوط الأول بشبه فرصتين فقط. أكيد كل مباراة لها ظروف، أتوقع مباراة اليوم كانت مباراة جدا تكتيكية، كثير تقول الفريقين يلعبون بخمسة، مباراة كانت جدا مغلقة، شوف ما كانت في فرص وايد. الشوط الثاني عرف بعض المحاولات السعودية عبر عبد الرحمن غريب وعبد الإله العمري، تألق في إحداها حارس الأدعم محمد البكري، وحتى التعويضات التي قام بها المدرب فيليكس سانشيز لم تقدم الإضافة المرجوة للعنابي، لتنتهي المباراة على تعادل دون أهداف يؤجل الحسم إلى المباراة الأخيرة. اليوم جتنا أكثر من فرصة، حاول أن نستغلهم لكن ما حالفنا الحظ، لكن إن شاء الله مباراة اليابان الشباب راح يركزون أكثر وراح يكونون قد المسؤولية إن شاء الله، وراح نطلع بأفضل صورة. شباب ما قصروا اليوم، حاولنا أن نطلع بثلاث نقاط لكن أسمع شفت مباراة كانت صعبة، لازلنا يعني في المنافسة، يعني عندنا مباراة ضد اليابان إن شاء الله اليوم النتيجة تساعدنا مباراة اليابان وسوريا. مباراة اليابان وسوريا لم تكن كما تمناها الأدعم، متعادلة، وإن استمر التعادل حتى لحظاتها الأخيرة بعد افتتاح عبد الرحمن بركات في الدقيقة 9 وتعديل يوكي سوما في 30، ولكن علاء الدين دالي حسم الموقف للمنتخب السوري فحقق فوزا أعاد خلط أوراق المجموعة، ليصبح الأدعم مطالبا بالفوز على اليابان الذي غادر رسميا للتأهل، وكذلك شأن المنتخبين السوري والسعودي. وفي صورة فوز العنابي وتعادل السعودية وسوريا فإن عدد الأهداف سيكون حاسما، يعني أننا بعد جولتين يمكن أن نقول لا الرحلة انطلقت ولا الدرب انتهى. لأخبار قنوات الكاس، مولدي الجامعي، الدوحة.